امي دخيلك 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 بوش ايدك لك صرت اخر اربع علب وما عم بستفيد شي ظهري دخيلكم يا اي 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 طول بالك يا ابو احمد مشكلتك ما بتنحل باربع علب مشكلتك صعبة كتير وعلى القليلة بدها ست علب ستة اي لكن ولا بدك يعني اعطيك علاج ناقص دخيلك دخيلك انا بس بدي طيب دخيلك يا ابو فهمي دخيلك طيب العلبة اللي اعطيتك اياها اول مرة ارتحت عليها اول ما اخذتها ارتحت عليها بس وقت اللي خلصت رجع الوجع من اول وجديد هون حط الجمال هي اذا اعطيتك منها مرة تانية رح تسكن الالم مؤقتا وانا ما بدي هالشي انا بدي اعطيك علاج يشيل الوجع من شروشه شو يا ابو ماشي مشروشه لا حول ولا قوة الا بالله بدي طيب يا فندم انا هلا رح ظبط لك علبة وبتناولني حقها والباقي بتدفع لي اياهم بعدين ماشي يا الله ماشي اخذ اخيكم يعني معقول هيك ابن عمي بنتك صار لها اكثر من سنه عم تاخذ من وصفه الاعشاب اللي انت وصفت لها اياها وما حبلت البنت والله شي بيقلق لا شي بيقلق ولا هم يحزنون بس بنتك ما عم تاخذ الاعشاب المضبوط مثل ما قلت لها ابن عمي انا عم بغلي لها اياهم بايدي وعم حط نفس الكميات اللي انت قلت لي عليها ايه وما عم بصير حمل ان شاء الله بتقبرني بركي بتلاقي لها شي وصفه ثانيه قطي البنت بركي بيجبر خاطرها والله هو يعني في خلطة بس ومفعولة قوي بس يعني بخاف صهريك ما نقد انه يدفع إيه لك هلأ الموضوع في مصلحة بنتك وسعادتها وانت عم تفكر بالمصاري والربح بس ما يكون بدك يعني ادفع العشاب من جيبتي مفهمي خانو إيه لا انت مانك اكرم مني انا عم باخد حق العشاب بس ومسامحهم بهجرتي كلها إيه لك لا سيدي لا تسامحه صهرك مستعد يدفع لمرته شو من كان بس المهم انها تحبال معناها لازم جهز له خلطة غير شكل بس وينك لازم تاخذ ست علبة لحتى يمشي الحال إلك يا ستي والسابعة هدية من اب لبنته منيح هيك يكتر خيرك والله ما قصرت ايه خلي صهري يربحني شوي ولا صهري وسند ظهري على الفاضي ما شاء الله صحتك كتير مليحة قوم وأنا هلأ بجهز لك خلطة راح تساويك مثل البطل قوم يا الله يا الله تفضل يا ابني تفضل الله يعطيك العافية الله يعافيك يا ابني مصلحتنا بدها تعب وتفكير كتير يعني لازم تكون مفتح عينك 10/10 لأنه الغلطة بالأعشاب يا ابني هو كلمة يمكن تتسبب قتل نفس لا سمح الله وممكن تعمل مضاعفات وعي ومشاكل إلى أول ما إلى آخر لهيك بدي منك تركز معي منيح وتحفظ أسماء الأعشاب واحدة واحدة وكل عشبة ولشو بنستخدمها والخلطات كل خلطة إلى حالة مرضية وكلهم موجودين عندي هون بالدفتر يا ابني فهمت علي؟ فهمت عليك يا ابي أساساً أنا من زمان حابب أتعلم سر الأعشاب مشان طبب الناس بالحارة أيوة بس بيناك ما بتعمل أي حركة بالدكان ولا بتبيع أي شيء بدون ما تأخذ إذني فما؟ إيه فهمان يا ابي بس يعني علمني بقى يا الله يا الله يعني يا مو انا ما عم بفهم عليك ابي شو معه وشو مرضه والله يا مو بالخستخانة قالوا لنا انه فايده بغيبوبه يمكن يفيق منا بقية لحظة ويمكن لا الله اعلم لا حول ولا قوة الا بالله
طب من شو صار معه هيك؟ اجته نقطة. الله يعديها على خير وان شاء الله بيقوم بالسلامة. لك فهمي، نحن بحاجة مصاري تقبرني، وانت مثل ما بتعرف نحن عايشين من ورا هالدكان، وما بدي دكانة أبوك تتسكر، لأنه انت بتعرف الناس بس تتسكر الدكانة بينسوها وبيروحوا بصيروا بيجيبوا ادويتهم من قرنة تانية. نحن ما بدنا هيك يصير، وانت رجال وصرت كبير والحمد لله أبوك علمك المصلحة، لهيك تقبرني بدي اياك تروح تفتح الدكان وتشتغل فيها. ما بدنا الناس تنسانا وتنسى شغل أبوك، وبس يطلع أبوك بالسلامة قلبه رح يفرح لما يشوف إنك صرت رجال وقدر يعتمد عليه. من هاي الناحية ما تاكلي هم يوم، اعتبري الشغل مشي. أساسا من زمان بحلم إني أفتح الدكان أنا، بس أبي ما كان يخليني. هاي إجتك الفرصة تقبرني، خليه يلاقيك رجال وقدران يعتمد عليه ويفرح فيك. لك ربي يسلم هالديات، لك الله يسلمك، إلهي إلهي يسلمك ويحميك. لك حبيب قلبي، لك الوصفة اللي أعطيتني إياها رجعت مثل الحصان. صلاة محمد عم تحكي عمي أبو أحمد؟ لك شلون لكان؟ أنا اللي عم بحكي، والله عم بحكي جد الجد. يعني عدم مؤاخذة، أبوك الله يسلمه ويعافيه، ما في غير أنا رايح جاي لعنده خمس ست شهور، وما في غير يوصف لي بهالأعشاب وبهالخلطات، وما كنت أستفيد شيء. لك على يدك يا عيني عليك، ارجعي طبيعي. ادعي له عمي ادعي له، أبي شاغل كار وما حدا بيتفوق عليه، بس يمكن أنا عرفت حدد لك وجعك مشان هيك ارتحت على وصفتي. لك ربي يشفيه ويعافيه، عمي ما علينا، أبوك كان واصف لي ست علب، شو أخذون؟ ست علب؟ إيه ست علب. لا لا هيك كافي كافي. لك عمي، لك ربي، ربي وإلهي يكافيك ويحميك ويطول من قدرك يا رب. عمي أصلاً أنا يعني ما كان معي حق الست علب، هيك ريحتني. لك عمي يكتر خيرك يكتر خيرك يكتر خيرك. سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم. وعليكم السلام. الله معه. والله غريب، ليش أبي يوصف له ست علب وهو من أقل من علبة بيرتاح؟ الله أعلم. شرف خالي، هاد لوجع الظهر، وهاد كل يوم بعد الأكل بعد بنص ساعة بتغلي غلوة بتشرب منه. الله يكتر خيرك يا معلم فهمي. تفضل. معوضين ان شاء الله. علينا وعليك يا رب. روح الله يرضى عليك يا فهمي. الدواء اللي اعطيته لابني نزل له حرارته من اول شربه، وهذا كله بفضل رب العالمين وفضلك. يا سيدي الف الحمد لله. الله يسلم لك يا، والله فرحتني بهالكلام. عدم المؤاخذه، أنا كنت متردد إني أجي لعندك، لأنه الوالد الله يشفيه كان يطول كثير بالعلاج، وابني كانت حالته مستعجلة ولازم تنزل حرارته بسرعة. بس بعد ما أعطيتني هذا الدواء وطاب ابني، أخذت عهد على حالي إنه أنا كل ما يصير معي شيء بيجي لعندك. روح الله يجبر بخاطرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. معقول أبي ما كان يقدر يعمل خلطة لمرض تافه مثل الحرارة؟ إيه هاد أسهل شيء. والله ما عم أفهم شيء، ما عم أفهم شيء. تقبر قلبي، روح الله يسلم ايديك. اختك صار لها سنه عم تتعالج عند ابوك وما مشي الحال، انت من اول دواء حبليت. والله يا امو لو تعرفي قديش مبسوط، لك كل اهل الحاره عم يحكوا عن وصفاتي وخلطاتي. ايه الحمد لله يا رب العالمين. لك يا امو، انا وصيت على خلطات جديده بالمحل، فبدها مكان اوسع ورفوف. عم فكر اخذ الدكان اللي جنبنا وافتحهم على بعض، شو قلتي؟ ايه شو عليه؟ روح الله يوفقك تقبر. خبرني كيف الدكانة؟ كيف الشغل؟ أكيد سكرت لأنك ما عرفت تتعامل مع أهل الحارة، ما هيك؟ مظبوط يا أبي،
بصراحة أنا استنيتك حتى تفيق وتتعافى حتى أسألك كيف كنت تتعامل مع أهل الحارة وتخليهم يشتروا من عندك. يا ابني التجارة بدها شطارة، يعني لازم تكون هربو وتعرف تمسك الناس من إيدهم اللي بتوجعون. إذا كان سيابي نحن مهنتنا بتتعلق بمرض الناس ووجعهم، مرض الناس ووجعهم صار اسمه تجارة. مشكلتك يا ابني طيب زيادة عن اللزوم، طول عمري بخاف عليك من بعد ما أموت. لك يا ابني ما بيصير تعطي المريض الدواء الصح من أول مرة، هذا سر تجارتنا. إلك ما فهمت شو قصدك. يعني يا ابني المريض لازم تعطيه جرعة واحدة مسكنة، وبس يحس بطعم الراحة والشفاء بصير يدفع لك أكثر، وهون بتكون مسكته من إيده اللي بتجعه. إلك وبصير تاخده وتجيبه وتاخده وتجيبه، هو بيدفع بصير يدفع لك أضعاف، وبس تحسه مال مستوى وقتها بتعطيه الدواء اللي لازم يشفي. إلك فهمت علي؟ انت يا ابي من خلال خبرتك وعملك بهالطريقة شو جنيت؟ والله ربيتك وكبرتك وعملتك رجال، وعلى الأقل ما تسكرت دكانتي مثل ما عملت حضرتك من بعد مرضي. تخيل يا ابي اجانا مريض مثل حالتك وضل عم يماطل فينا يماطل فينا سنين، وبعد كل هالسنين يعطينا الدواء اللي بيشفيك، شو بتعمل فيه؟ شو قصدك؟ ولا قصدك وقعت انا بشر اعمالي؟ ما هيك ما هيك بدك تقول؟ يا ابي انا اللي بدي اقوله انه الطمع بعمره ما كانت نهايته غير وضيعه. بعدين انا بوصفاتي وخلطاتي اللي كنت اعملها بطيبه وحنيه قدرت اوصل للناس اللي بعمرك ما قدرت توصل لها. مظبوط، قدرت اسكر الدكانه وخربت كل شيء بنيته طول عمري. لا يا ابي انا قدرت اكسب ثقه الناس، والاهم من هاد صار لي اسمي وشهرتي والناس بتثق فيني، وقدرت وسع الدكانه واشتري دكانه تانية. بس بتعرف شو يا ابي؟ راحه الضمير اهم من كنوز الدنيا كلها. عن حق يا ابني قدرت تعمل كل هدول اللي حكيت لي عنهم. ايه يا ابي قدرت اعمل كل هدول لانه اللي بيعامل الناس بطيبه واحسان الله بيوسع له بيرزقه. بعدين بتعرف شو يا ابي؟ الطمع بعمره ما بيعمل ثروه، ما بيعمل ثروه يا ابي، لانه الثروه الحقيقيه هي راحه البال ورضا رب العالمين.